بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله نبدأ سلسلة دروس في شرح كيفية البحث على الإنترنت. طبعا كتير منكم هيتسألوا اشمعنى الموضوع ده. الموضوع ده يمكن اتهرس في 100 موقع قبل كده و 100 فيديو، ازاي تبحث في جوجل، ازاي تبحث في اي موقع او اي محرك بحث. لاحظت ان في ناس كتير، في ناس ممكن تبقى عارفة ازاي تبحث، بس ما فيش حد فعلا، يعني او اللي انا من خبرتي او اللي انا اتعلمته، لقيت اللي انت فعلا كل ما تتعلم البحث اكتر بتقدر تسهل فعلا استخدامك الانترنت بصورة كبيرة جدا. انت ممكن تبحث على الانترنت وفي حاجات ما تلاقيهاش وهي قدام عينيك، وفي حاجات تفتكر انها مش موجودة وهي موجودة. ممكن حاجات تاخد وقت كتير عقبال ما توصلها، وكان ممكن ان انت توصلها بسهولة جدا اذا انت اتبعت او اسلوب كويس. السبب الرئيسي ان انا كطبيب في لينا زملاء كتير ما بيعرفوش يستخدموا الداتابيزس او مواقع البحث بتاع الرسائل، اللي هي رسائل بيبرز والمقالات العلمية، لأن مثلا زي الباب ميد، الساينس دايركت، المواقع دي كلها. وتقريبا وإن شاء الله أشرح كل ده في السلسلة في الدروس. وكل ده تقريبا نفس التكنيك إلى حد ما، يعني نبدأ إن شاء الله على طول من غير عشان بس ما نضيعش وقت بشرح بحث في جوجل. دي الصفحة الرسمية لجوجل، اعتقد يعني اللي هي ايه، ده مربع البحث اللي بنكتب فيه اللي احنا عايزينه. ضربة حظ معناها اللي هو يجيب لك، ضربة حظ يجيب لك اي نتيجة وانت وحظك بقى، سواء جات لك او لا. وده البحث بتاع جوجل عادي. هنا ممكن نغير اللغات. النطاق ده حاجة مهمة، ده جوجل دوت كوم دوت اي جي، ده غالبا النطاق بتاع مصر، يعني غالبا هيحاول على قد ما يقدر اللي هو يجيب لك النتائج اللي تبقى في مصر اكتر. النطاقات ديت في منها نطاقات كتير لكل دولة، دوت اي ار، دوت اي ال، دوت يو كي المملكة المتحدة، وهكذا. والنطاقات دي موجودة في أحد البوستات على المدونة. فوق هتلاقي هنا، ده طبعا كمان داخل الأكونت بتاعي في جوجل بلس، هنا البحث اللي هو الويب لو حد عنده إنجليزي، ويب، الصور ايميجز، الخرائط مابس، اليوتيوب طبعا شركة جوجل اشترته، الأخبار نيوز، جوجل نيوز، جيميل ده الإيميل، جوجل درايف، جوجل دوكس، جوجل درايف وجوجل دوكس ده اللي هي مستندات جوجل، جوجل كاليندر تقويم، جوجل ترانسليت، وده جوجل ترانسليت يعتبر برضو أداة من الأدوات اللي هنستخدمها في البحث، بلوجر، وفي حاجات تانية كتير. ليه بقول كده؟ عشان بس تبقى عارف ان جوجل مش عبارة عن محرك بحث. جوجل فيه خدمات كتير جدا احنا ما بنستخدمهاش مع انها ممكن تفيدنا كتير. يعني على سبيل المثال جوجل درايف حلو جدا في اللي انت تشير دوكيومنتس او تحفظ اي دوكيومنتس، وهكذا. نبدأ البحث مثلا، يعني كمثال هختار، عايز بس اوريكم يعني ازاي البحث ممكن يسهل لنا حاجات كتير. فمثلا كمثال مثلا هكتب اللي انا عايز ادور على كتاب السلفية قواعد وأصول، كتاب الدكتور، طبعا جوجل جاب على طول. نضغط جوجل جاب حوالي 219,000 نتيجة، 219,000 نتيجة. ماشي كويس، 219,000 غالبا. يعني هنا غالبا هتفتح مثلا اول لينك، الناس معظمها بتعمل كده، تفتح اول لينك، تاني لينك، وتقعد تلف لغايه ما تلاقي ايه التحميل. نفتح كده، طبعا اعذروني النت بطيء. 219,000 نتيجه، 219,000 نتيجه، اعتقد اللي هو كتير يعني. طيب نجرب حاجة كده،
عدد النتائج دلوقتي 91 من 219 ألف نتيجة. أنت هتقعد تلف فيهم ل 91 نتيجة تقريبا. الثلاث نتائج الأولانيين هم، لأن جوجل بيعرض حاجة اسمها بالريفلنس. ريفلنس اللي هو يعني إيه، قرب المدى البحث بتاعك. طيب ده حاجة كويسة والله اللي انت قدرت توصل للعدد ده. هتفتح برضك الموقع وتخش تلاقي الكتاب، تلاقي اللينك وتضغط على اللينك وتتحمل. طب ايه رأيكم بقى لما مثلا نعمل لثانية واحدة كده؟ العربي طبعا كلنا عارفين موقع ميديا فاير من المواقع السهلة أو السهلة في التحميل. إيه ده؟ ده لينك الكتاب مباشرة. نعرف ايه اماكن الباركور في مصر. اماكن كورسات الاي سي دي ال في مصر. واحد مثلا عمل الكلام ده طلعت له 12500 نتيجة. 12500 نتيجة دول ممكن يكون مثلا اماكن كورسات الاي سي دي ال في المغرب، اماكن كورسات الاي سي دي ال في السعودية. احنا ممكن نعمل ادوات البحث ونختار مثلا صفحات من مصر. انا عايز اجيب الكورسات، عايز اخد كورس اي سي دي ال في مصر. طلعت فين النتائج؟ ايه ده مش موجود هنا النتائج، عدد النتائج ليه؟ لان العدد بقى قليل جدا، يمكن اقل من صفحة صفحتين. انا عامل الصفحة هنا 100 نتيجة، يعني حوالي 100 نتيجة بعد ما كنت 12500 نتيجة. 12500 نتيجة. تاني يبقى ده عرفناه، سواء انت هتختار اي بلد او صفحات من مصر. طب اللغة هنا برضك اي لغة، ولا صفحات مكتوبة باللغة العربية بس، ولا مخصص؟ طب مثلا نختار صفحات باللغة العربية، تقريبا نفس العدد يعني، لان كلها تبقى صفحات من مصر كده. يعني ايه مخصص؟ مخصص انك تختار اللغات اللي انت عايزها بالظبط، على حسب. هنبقى عارفين نعرفها بعدين في الاعدادات. انت بتبقى محدد لغات معينه ويبحث لك فيه. خلاص احنا نقول مثلا اي لغه خلاص. وهنقول اي بلد برضك، ولا اقول لك ادوات البحث ولا صفحات من مصر. تمام. هنا الوقت، وانت انت عايز النتائج اللي موجوده في انهي بتاع. ممكن يكون جايب لك من النتائج ديت اعلان كان معمول مثلا، مكان معمول من 2000 سنة 2000 وجايبه معاك. لا احنا نختار والله اخر ساعة. لو انت عايز بس اي حاجة كتبت عن اماكن الاي سي دي ال في اخر ساعة، اخر 24 ساعة، اخر اسبوع، اخر شهر، نقول اخر سنة مثلا عشان تبقى حاجة حديثة. خلي بالك تقريبا يعني ما قلتش كتير، بس اهو قلت مهما كان، قلت النتيجة الى حد ما قلت. طب هو انت عايزه يرتبها لك ازاي؟ على حسب التاريخ والله. هو هنا مرتبها على حسب الصلة بالموضوع. ممكن اقول له رتبها لي حسب التاريخ. شوف التاريخ هنا، قبل 41 دقيقة، قبل ساعتين، قبل 3 ساعات، وهكذا بيبقى مرتبها لك على حسب التاريخ. طب انت عايز جميع النتائج. مثلا لو احنا دخلنا على الصفحة دي والصفحة دي، خلاص انا دخلت على الصفحتين دول قبل كده وشفت اللي فيهم، ويعني مش فيهم الحاجات اللي انا عايزها، موقع كل العرب مثلا او اي حاجه من الحاجات ديت دخلت فيهم مثلا. خلاص هو عارف اللي انا زرتهم قبل كده. هاجي اقول له مثلا ايه الصفحات التي تمت زيارتها. انا عايز بس ما تظهرليش كل نتائج، انا عايز الصفحات اللي انا زرتها بس، الصفحات اللي انا دخلت عليها. طبعا عذرا عشان النت بطيء، هنوقف ده ونوقف ده. ادي ده المكان. طبعا ما حسبش الموقعين دول لان لسه. طب اقول له مثلا الصفحات التي لم تتم زيارتها،
الصفحات التي لم تتم زيارتها، اللي هيجيب لي كل الصفحات اللي انا ايه ما زرتهاش، وهو هنا مرتبة حسب الصلاة الموضوع، هرتبها على حسب التاريخ لو انا عايز. خلاص كده اتعلمنا، كده احنا قللنا قوي نتائج البحث، هتوصل بالظبط اللي انت عايزه. لما لو عايز تشيل بقى كل الفلاتر دي، ده اسمه ادوات البحث اسمها فلترز او سيرش تولز. سيرش تولز او فلترز في اي موقع في مربع بحث معناها اللي انت بتنقي او النتائج لغايه ما توصل للنتائج اللي انت عايزها بس. تمام. هنشيل كل ده، بس مجرد ان احنا على محو او ديليت او ريموف السيرش فلترز، خلاص وصل تاني حوالي 12500 نتيجه. كده يبقى احنا خلصنا شرح ادوات البحث في جوجل او السيرش تولز او السيرش فلترز، وان شاء الله في دروس القادمه نتعلم حاجات اكتر بكتير عشان نوصل زي ما تعودنا زي ما وعدناكم اللي احنا نقدر نجيب اي نتيجه بحث في اي يعني نستخدم البحث بسهوله.